palpation of the spleen. الزبيبة زي ما انت عارفين يا جماعة ده organ موجود في left hypochondrium. ليه anterior end وليه posterior end. يعني السبلين يا جماعة بيبقى كده على العيان. هنا هو كده. تحت الكوستال مارجن ليه anterior end. ولو حصل سبلينوميجالي اللي بيظهر لك ده وهتحس هو ده الانتيرو اند. الانتيرو اند والسوبيرور والانفيرو بوردر بتاعتها هتبتدي تتحس. زي ما انتم عارفين النورمال سبلين بيتحس ولا لا؟ لا. السبلين يا جماعه ما بيتحسش الا اذا كبر 2 لـ3 اضعاف الطبيعي. وبيبقى ايه؟ لو كبر ضعفين ثلاثه بيبقى جاست بالمر تحت الكوستال مارجن. ماشي؟ زي ما انتم عارفين النورمال اناتومي الانتيرو اند دي موجوده فين؟ بتكون موجوده الاسبلين يا جماعه في الليفت ميد اكزيلر لاين ما بين 9 و11. الاسبلين بيكون انا هون اهو في نص الاكزيلر الشمال ليفت ميد اكزيلر لاين ما بين 9 ل11. فده النورمال سبلين هنا. اما هيكبر بقى انا بقول لك هيكبر ضعفين الثلاثه هيبقى جاست بالمر. طب هل الضعفين الثلاثه هيكون بقى فين؟ هيكون بيكبر تحت الكوستال مارجن. عامل انكروتشمنت على مين؟ عامل انكروتشمنت على الفاندس اوف ذا ستومك. والفاندس اوف ذا ستومك ده المكان بتاعها معروف في الاناتومي. منطقه مشهوره قوي اسمها تروبس اريا. ماشي؟ فانت عندك نورمال اسبلين هنا ليفت من اكزيلري ده الانتيرو اند بتاعه فالمسافه ما بين 9 و11 ريب. لو كبر ضعف الطبيعي هيكون عامل انكروتشمنت على الاستومك تحت الكوستال مارجن لسه مستخبي. عامل انكروتشمنت على الفاندس والاستومك على التروبس اريا. وبعدين بقى لو كبر ضعفين لثلاثه هيبتدي ينزل لك تحت الكوستال مارجن. احنا هنفترض الاول بقى ان احنا بنحاول نحس الاسبلين ان هو يكون كبر ضعفين لثلاثه. الخمس طرق بتوع الليفر كررهم لي هم يطلعوا بتوع الاسبلين. وهيزيد واحده بس للاسبلين تبقى السبب. هبتدي يا جماعه بالبيشن اوف ذا سبلين بنفس المبادئ. هبتدي فين؟ بعيد خالص عن مكان الكومبليت. يعني في الرايت ايليا فوس. وايديا بارلل تو ذا ليفت كوستا مارجن. والمعتاد تكون قاعد. وعشان انا في مستوى العيان واستغل السبلين تحت الدافران من اقول له نفس عميق وطلع ما حسيتش حاجه زحلق ايديك وما تنقلهاش زي ما اتفقنا نفس عميق وطلع ما حسيتش حاجه اعمل ادفانسمنت نفس عميق وطلع نفس عميق وطلع نفس عميق وطلع وصلت للليفت كوستر مارجن وما حسيتش حاجه. بس على فكره ما تستسلمش. الكوستر مارجن الشمال دي تمسحها مسح كلها. ليه بقى؟ لان ساعات يا جماعه الاسبلين الانلارج بتاعه بيكون داون. في بعض الحالات كده ما تكبروا في الجراحه تعرفوه. فيبقى هنعوض الاسبلين. ساعات يكبر بالعرض. في حالات مالجنسي وكيميا وبنفهم حاجات زي كده لو كبر بالعرض يبقى انا حاسه ناو فالكوستا مارجن اصلا مساحه كبيره قوي فانا ممكن الاقي سبلين محسوس هنا ممكن الاقي محسوس هنا ممكن الاقي محسوس هنا في النص فعشان كده لما اوصل ليفت كوستا مارجن امسحها بس واطمن ان مفيش حاجه محسوسه تحت الكوستا مارجن. ما دام ما حسيتش يبقى هتعملوا ايه يلا قولي انتوا بقى؟ زي الليبر بالفينجر تيبس بالفينجر تيبس اهو كده اهو من البلمز اللي عندي كلها والفينجر تيبس ضغط اكتر شويه. نفس عميق وطلعه ومن الرايت ايليا فوسا نفس عميق وطلعه لحد الليفت كوستا مارجن. ما حسيتش اعمل ايه؟ ساعد يا اخي الايد الثانيه انت سايب الايد دي بتعمل كل حاجه نساعد الايد الثانيه فاروح حاطط بقى ايديا عند ما بين 9 و11 ريب في الليفت سايد والزق ناحيه اليمين
فانا كده بسوق السبلين ناحيه عشان يبقى مور برومينت. وكالمعتاد نفس عميق وطلع، نفس عميق وطلع، نفس عميق وطلع، نفس عميق وطلع. زي ما انت شايف زي احنا ماشيين زي الليفر بالظبط بنفس المبادئ صح؟ اللي زياده بقى على الليفر هي اللي جايه دي. اللي جايه دي بقى انا اساعد ايه؟ اساعد بالافكت اوف جرافيتي. هعمل باي مانوال بس هستغل الافكت اوف جرافيتي ان انا اسقط تسبيلين اكتر ما يمكن. ازاي يا جماعه السبلين يقع بالافكت اوف جرافيتي؟ نام على جنبك اليمين. يبقى نام على جنبه اليمين هي هي. وبالباي مانوال. بالباي مانوال اهو وايديا هي بتزق السبلين من الشمال اليمين وايديا هي تحت الكوستال مارجن وبتحاول تحس السبلين. فدي باي مانوال ميثود فور ذا سبلين. اوكي. العيان نايم على جنبه اليمين وايديا الشمال بتزق السبلين ناحيه ايديا اللي هي بتعمل بالبيشن وايديا اللي تحت الكوستال مارجن. هي دي المنطقه الثابته اللي تخفيف على الليفر. ماشي؟ تمام؟ افرضوا بقى يا جماعه السبلين لحد دلوقتي مش محسوس. اعمل ايه؟ افرض دلوقتي السبلين مش محسوس. اعمل ايه يا جماعه؟ لفلي بقى على شمال العيان. لفلي على شمال العيان وبديك زي ايه؟ زي ايه دي؟ الخطاف. نام على جنبك اليمين؟ لا لا. فنايم اهو على جنبه اليمين وبدي الخطافيه على الليفت كوستال مارجن. بقول له خد نفس عميق وطلع. ويبقى دي الهوكينج ميثود فور ذا سبلين. اوكي؟ نفترض برضه ان انا واحد عنده بنس اسايتس، هتعملوا له ايه؟ نفس البرنسبل بتاعت الليفر بالظبط. بنس اسايتس اروح ضغط ضغطه جامده مفيش نتيجه. ضغطه جامده مفيش نتيجه. ضغطه جامده مفيش نتيجه. لو في لحظه من اللحظات بقى العيال اللي عنده بنس اسايتس خبطت الخبطه لقيت اللي بيتنطط تحت ايديا يبقى مين ده اللي بيتنطط هنا في الليفت هايبوكوندري غير؟ اسبيلينو مات. ماشي. ويبقى تجمع السيستم للاكزامينيشن اوف او للبالبيشن اوف ذا سبلين اللي هي بالريديال بورد اوف ذا هاند فينجر تيبس باي مانوال. باي مانوال في الرايت لاترال بوزيشن والهوكينج ميثود من على شماله والدرينج ميثود لو في تنس اسايتس. برضه لو حد جه يقول لك اكزامين ذا سبلين ما قالكش اعمل بالبيشن سبلين خليك ناصح ده بيوقعك. فما يقول لك اكزامين ذا سبلين قال له ذير از نو سويلينج ان ذا ليفت هايبوكوندري ده بالانسبكشن والبالبيشن الست طرق اللي احنا اتفقنا عليهم والبركشن اوف ذا سبلين. بنبتدي في منطقه ريزونانت ولا ضغط؟ قاعد معانا اولويز نبتدي في حته ريزونانت ابعد ما يمكن عن السسبكتد ليفل اوف ضغط. فالسبكت دي بالظبط في الليفت هايبوكوندري انا هبتدي في الرايت كليكوس ابعد ما يمكن والبركشن بتاعي بارلل للسسبكتد ليفل اوف دالنس. طبعا لو لقيت دالنس تحت الليفت كوستال مارجن ده احتمال يكون الدالنس بتاع السبلين. بس عشان زي ما يا جماعه وصلت لحد الليفت كوستال مارجن ومفيش دالنس خلاص كده استسلمت وانتهيت. انتوا عارفين الانتيرو هاند اوف سبلين فين؟ الانتيرو هاند اوف سبلين هنا تحت الكوستال مارجن ما بين 9 و 11 ريب في الليفت من الأمثلة. فكمل بقى عبر الكوستال مارجن لحد السيرفس اريا اوف ذا انتيرو اند اوف ذا سبلين اللي هي ليفت ميد اكزيلري ما بين 9 و 11 ريب. ساعتها بقى اكيد في البني ادم النورمال كلنا هتلاقي فيه الدنس التالت. فالنورمال سبلين دنس
تدي تحسها ما بين 9 و 11 ريب ليفت ميد اكزيلا. يبقى ده فعلا الاسبرين نورمال سايز. واخدين بقى بالكم في المنطقه اللي انا عملت فيها بالكشر دي من الليفت كوستر مارجن لحد ما بين 9 و 11 ريب، هي دي بقى المنطقه اللي اسمها التروبس اريا. التروبس اريا دي مع السيرفيس اناتومي اوف ذا فاندس اوف ذا ستومك. المفروض تكون ايه في البني ادم نورمال؟ تحط ايديك كده عليها وتخبط تلاقيها بتطبل، تلاقيها تمبانيك ريزونانس. شايفين بتطبل ازاي؟ ده الطبيعي فانوس وستومك مليان هب، فلازم تكون تمبانيك ريزونانس. ايه السيرفس اناتومي بتاع فانوس وستومك ده والتروكس اريا؟ من فوق اللور بوردر اوف ذا لانج، خدته انت قبل كده الشيست، اللور بوردر اوف ذا لانج موجوده فين؟ في الليفت ميد كلافيكولر عند السكس ريب. سكس ريب ليفت ميد كلافيكولر. من تحت الدروب سريع محدوده بايه؟ بالليفت بوستر مارجن. من على اليمين محدوده بالاخ اللي معدي ناون ده. مين اللور بوردر بتاعته ناون؟ بتقطع الليفت بوستر مارجن. اللور بوردر اوف ذا ليفر بتقطع الليفت بوستر مارجن عند الثمانيه بوستر بتاعته. عند الايدز كوستا كارتوش. ومن ورا التروبس اريا محدوده بال انتيرور اند اوف سبلين. فمنطقه التروبس اريا دي اللي هي السيرفس اناتومي اوف ذا فانجس اوف ذا ستومك. وحسب ما انتم عارفين اناتومي اوف ذا فانجس اوف ذا ستومك. وراك في السبلين عند 9 و 11 ريب ميد اكزيلا. فوقيك في اللانج 6 ريب ليفت ميد كلافيكولا. على الناحيه اللي شمال في مين؟ هنحط يمين قصدي مين في مين؟ اللور بوردر اوف ذا ليفر. من تحتيك هنا هو الليفت كوستال مارجن. دي لازم تكون تمبانيك ريزونانت. طبعا لو في سبليت اللارج بتاعها ليس ذان 3 تايمز هتلاقي الضغط بتاع السبليت هنا تحت الكوستال مارجن ولا لا؟ لا لسه ما نزلش تحت الكوستال مارجن. هتلاقي الضغط في نص التروب سيري. واهم حاجه بقى ما ممكن يا جماعه يكون بلور انفيوجن مثلا صح؟ النصيحه بقى ان انت هتلاقي في دونس في التروبس اريا كونتينوس بوستيري وذ ذا نورمال اسبلينك دونس. واتفقنا نورمال اسبلينك دونس اللي هو مكانه فين؟ ما بين 9 و 11 ريب ليفت ميد اكزيلا. فلو لقيت ان هو دونس في نص التروبس اريا وكونتينوس وذ ذا نورمال اسبلينك دونس يبقى اسبلينك انلارجمنت less than 2 to 3 times. وعلى فكره دي كانت سؤال شبه مشهور قوي دايما يقول لك هو الليفر الاسبرين نورمال بيتحسن؟ لا ما بيتحسن. طب لو كبر قد ايه يتحسن؟ تقول له 2 ل 3 في الطبيعه. يقول لك طب لو اقل من 2 ل 3 ده ممكن تشخيصه كلينيكالي اه باي بيركشن ان في دالنس في التروبس اريا كونتينوس وذ نورمال اسبرين دالنس. بجانب طبعا اكيد ممكن تشخيصه طبعا اكيد بالالترا ساوند. ماشي يا سعد بنتكلم كلينك. خلاص؟ ويبقى دي يا جماعه البركشن اوف ذا سبلين اند بركشن اوف ذا تروبس اريا. لو حد قال لك اكزام ذا سبلين يبقى بالانسبكشن نو سويلنج ان ذا ليفت هايبوكوندري. وبالبلبيشن الست طرق اللي احنا اتفقنا عليها. وبالبركشن بركشن اوف ذا سبلين اند تروبس اريا. والاوسكالتيشن اللي اتسمع على السبلين اللي اتسمع على الليفر يتسمع على السبلين. هات السماعه في الطريق هنا اهو فوق السبلين لو كان انلارج. هتلاقي برضه الصوت الخشن ده بتاع ورقتين الصنفر وهم بيحفوا نتيجه بيري سبلينايتس. فبيري سبلينايتس والتهابات وخشونه وادهيجنز حوالين السبلين. فطول السبلين ما هو طالع ونازل مع الريسبيريشن قاعد بيحك وبيعمل لك سبلينك راب. ويبقى ده اكزامينشن اوف سبلين باي انسبكشن وبالبيشن وبركشن واوسكالتيشن.